إذن كما تبعنا في هذا الاستطلاع، ربما أنه أراء المواطنين واضحة، بحكي لك بأنه يعني إذا كان في هناك قرار، لماذا هو قرار ضد نائب وعلى حساب يعني أنه النواب الآخرين الذين كانوا طرفا في المشاجرة لم يصدر بحقهم أي شيء؟ بتقديري أنه ثمة قراءة سياسية لهذا الموضوع، ولابد من مطالعة سياسية لهذا الأمر. هل أنه الأمر فقط مجرد يعني قرار من مجلس النواب، أن في قراءة أخرى يمكن أن تكون؟ لمتابعة هذا الموضوع كذلك ينضم لنا الأستاذ بسام بدرين، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ بسام، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. قرار بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي، ثم ما هو أبعد من أن يكون مجرد قرار بتجميد عضوية النائب؟ هناك ربما قراءة سياسية، ما هي الرسالات وما هي الدلالات وإلى أي الأطراف تتجه؟ يعني إحنا أولا بصفة عامة، بعيدا عن هذه الجزئية، في المشهد السياسي الوطني وفي مشهد البرلمان تحديدا، تجاوزنا كأردنيين الحالة التي نفترض فيها بأن مجلس النواب حر ويمارس إرادته الحرة بالتعامل مع المعطيات والاشتباك مع التفاصيل بصفة عامة. نحن تجاوزنا هذه المرحلة، والجميع يعرف أن هناك يعني قوى، مراكز قوى في الدولة تضغط على مجلس النواب، ويعني أكبر دليل ما حصل في موضوع التعديلات الدستورية أولا. ثانيا، الأهم أننا في حالة ارتباك وأوراق مختلطة على كل الصعد، يعني بعد مخرجات أو وثيقة مخرجات تحديث المنظومة السياسية، ثم المشاجرة البرلمانية إياها، ثم طريقة الاستعجال في التعامل مع التعديلات الدستورية وانحراف التعديلات الدستورية عن مضمون ومنطوق التحديث المنظومة، كل هذه الفوضى التي حصلت، الارتباك الذي عايشه الأخوة النواب، كل هذه المعطيات تقول أننا في المشهد الوطني العام أصلا في حالة ارتباك وأوراق مختلطة. إذا ذهبنا الآن بناء على أولا وثانيا إلى ثالثا وهو الحدث، يعني نفترض أنه هذا الحدث بطبيعته وتركيبته وتفاصيله وجزئياته الحقيقة ينتمي إلى نفس عائلة الارتباك، ارتباك في التعامل مع المعطيات، ارتجال في التفاصيل، تحقيق لا يعرف عنه الرأي العام والشعب الأردني شيء، تحقيق لا يعرف عنه غالبية النواب شيء محدد، تم يعني خلف الستارة والكواليس وبدون مبرر. يعني غير معقول أن المشاجرة كانت علنية وجرحت مشاعر كل الأردنيين بهذه الطريقة وأمام الكاميرات، بينما التحقيق نفسه في معطيات هذه المشاجرات والمشاهد المؤسفة التي حصلت لم تتميز بالشفافية التي نعهدها. بالتالي نعم، إذا كنت أريد أن أجيب بصفة مباشرة على سؤالك، بالتأكيد هناك بعد سياسي في هذه المسألة. لقد تم تسييس عملية التحقيق وقرار اللجنة الخاصة التي شكلت، وبالتالي هناك تسييس في التصويت، بدأ من عند عقد جلسة مغلقة أصلا في قضية شاهدها الشعب. يعني بالتالي نعم، هناك يعني جرعة كبيرة من التسييس للأسف الشديد خارج إطار القانون والقضاء، أو الإطار القانوني عفوا. وهناك رسالة تقول أنه إحنا بدنا نبالغ في مسألة العقوبة للأخ حسن الرياطي، الذي بتقدير الشخصي أخطأ بكل الأحوال. يعني هو رجل أخطأ بالتأكيد، ارتكب مخالفة ومخالفة كبيرة ولا يمكن الاستهانة بها، ومن المعيب أن نحاول أن ننفي حصول هذه المخالفة، لكن من المعيب أكثر بالمقابل أن تخصص له عقوبة مغلظة وخشنة على هذا النحو بهذه الطريقة، وأن لا ينظر بالشكاوى التي قدمها هو بالمقابل. يعني الشعب الأردني شاهد مخالفات كل النواب في الواقع، كانت حية على الكاميرات، التفاصيل واضحة للناس، من شتم الذات الإلهية يعني لفظته لا سمح الله يعني سمعها الأردنيين، من شارك بالضرب، من شارك بالشتائم. بالنسبة لي غريب جدا أن يتجاوز مجلس النواب ولجان التحقيق فيه واللجنة القانونية هذه الحيثيات الأخرى فيما حصل من مشهد مؤسف، ويركز فقط على عنصر بهذا المشهد الفوضوي، وهو الأخ حسن الرياضي، الذي أنا أرى كمواطن وكمراقب أنه أخطأ بكل الأحوال باستخدام يديه على النحو الذي رأيناه جميعا. فبالتأكيد يا عزيزي أن هناك رسالة، وهذه الرسالة ليست
يعني هي من نفس عائلة الرسائل التي تدار بها الأمور الآن، وهي أننا يعني نخطط لمستقبل خارطة حزبية باستهداف الحزب الأهم في البلاد باعتباره حزب معارضة، وتحت عنوان تهجيم هذا الحزب وتقليص فرصته والخوف منه والخوف من التيار الإسلامي. هذه الفوبيا تتوسع في أروقة الدولة، وهذا واضح مما نتج عنه الترتيب الذي سبق أن أشرنا له، بمعنى من حق الأخ الرياضي بالمقابل أن يشعر بعدم الإنصاف والإجحاف، ومن حق نواب كتلة الإصلاح أن يتحدثوا عن غياب الحريات والديمقراطية. فبعض التفاصيل كانت الحقيقة مزعجة جدا من حيث التأصيل القانوني ومنح المتهم الحق في الدفاع عن نفسه وعرض إفادة الأخ الرياضي ثم النظر ببقية الشكاوى. لا، غير معقول المشهد. في رسائل سياسية بالتأكيد، لكنها رسائل بائسة، رسائل سقيمة، رسائل من النوع الكلاسيكي، والأهم من كل ذلك بالمناسبة هي رسائل سياسية بائسة، بمعنى أنها في الاتجاه المعاكس لمضمون الرؤية الملكية، على الأقل في مرحلة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. لا أعرف من الذي يقرر، يخطط، يبرمج، يرسم السيناريوهات بكل هذا البؤس السياسي، لكن نعم هناك رسالة سياسية سلبية سيئة، وأعتقد أنها لن تحقق أغراضها بكل الأحوال. على سيرة اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية، هذه لم تكن الحادثة الأولى في مجلس النواب. كيف يمكن لهذا المجلس أن ينظر الآن في المرحلة المقبلة في قانون الانتخاب وقانون الأحزاب في ظل هذه الأزمات المتلاحقة التي يمكن أن نقول بأنها تطارد بشكل أو بآخر من ناحية شعبية؟ يعني هو السؤال، الشرعية للمجلس الحالي الشرعية منقوصة، الجميع يعرف ذلك، وما عاد هذا سر على الأردنيين. السؤال الشرعية مطروح على المجلس قبل حتى اللجنة الملكية، ومداولات أو طبيعة مداولات التعديلات الدستورية تظهر بأن يعني السؤال الشرعية أصبح أكثر إلحاحا. وأعتقد أنه الرأي العام الأردني لا يثق بهذا المجلس ولا يثق بالحكومة في الواقع، وبالتالي يعني هذا المجلس أيضا في مرحلة حساسة وحرجة، ويعني وهو يعني كلنا نذكر تماما أنه مجلس موسوم بأنه مجلس الهندسة للانتخابات. الغريب اليوم أن هناك يعني محاولة لهندسة الهندسة على طريقة تهافت التهافت. هذا الاسترسال بالهندسة على حساب المضامين، على حساب الرؤية الملكية النبيلة المرجعية، على حساب مستقبل الأردنيين، نوع من أنواع الأداء المراهق أنا برأيي عند السلطة التنفيذية. لكن يعني ينبغي أن يعني لا نفرط بمؤسساتنا. آخر النهار في النهاية يعني هذا مجلس النواب الأردن، هذا في جزء منه في ناس يعني انتخبته، نسبة التصويت كلنا بنعرفها، يعني عندنا تعقيدات كثيرة في المشهد البرلماني للأسف الشديد، وعندنا تعقيدات في توضيح الرؤية الرسمية بمعناها العميق وذلك الذي على السطح كمان للأسف الأشد. الأوراق مختلطة، وأنا لا أعتقد أن يعني شخص الأخ حسن الرياضي يمكن أن يتأثر بما حصل. لا، على العكس، أعتقد أنه صنعت له شعبية جارفة جدا جدا، وأصبح يعني من زعماء الشارع الآن، يعني بهذه الطريقة من الاستهداف والتفريط بالأصول القانونية في التحقيق معه وفي التوصل إلى قرار بعد التحقيق. ولا أعتقد أن التيار الإسلامي سيخسر، لا، على العكس تماما، أرى أن التيار الإسلامي، الحركة الإسلامية التي لا يمكن لأحد أن ينفي وجودها أو ينكره أو حتى يسقطها من معادلة النسيج الاجتماعي الأردني، هي الجبهة التي تكسب من كل هذا العبث والأداء المراهق. في النهاية الحسابات ليست في المكان الصحيح. أنت لا تستطيع في المستوى الوطني يا عزيزي أن تبني خطة سياسية وطنية أفقية شاملة لكل المجتمع الأردني من أجل المستقبل بناء على معطى واحد فقط، هو الفوبيا من الإسلاميين ومن الحزب الموجود بسبب حضور الاجتماعي. هذا يعني أداء متهافت، يعني هذه منهجية سقيمة لن تؤدي إلى نتائج يعني إيجابية. وبالأثناء إحنا بنشوف كمان على صعيد الترتيبات الحزبية عملية التصنيع لبعض الأحزاب على أساس أيضا التحدي الحركة الإسلامية يا أخي. يعني طبعا الحركة الإسلامية مليئة ببعض العيوب، وما بعض قياداتها تخطئ، وما حصل في نقابة المهندسين خطأ كبير وفادح،
ويجب أن يقرأ الأخوة بالحركة الإسلامية في إطار النقد الذاتي أيضا. وما فعله الأخ الرياضي أيضا خطأ، لكن هذه الأخطاء يمكن أن نعالجها في الإطار الفردي والتنظيمي، ولا تلحق ضررا إلا بالحركة الإسلامية، خلافا لأخطاء مراكز قوى رسمية عندما تخطئ تلحق ضررا بالوطن برمته. نعم، الأستاذ بسام بدرين الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.